جاهز لأقر وأعترف؟ أنا أقر وأعترف؟ طبعا جاهز جدا. أنا أقر وأعترف مع كابتن زكريا نصر. حلوة دي. كابتن زكريا ناصف، تقر وتعترف ان سبب وجودك في لجنه التخطيط هي العلاقه الشخصيه الرائعه بينك وبين الكابتن محمود الخطيب؟ لا، بيبو يعني بعيد عن الملعب وعن الاحترام المتبادل وعن التقدير، لو انا مش مناسب بالنسبه لاختيار كابتن محمود الخطيب كعضو في لجنه التخطيط، أنا نفسي أقول له بعتذر. إنما النادي الأهلي لما يطلب مني حاجة تتناسب مع قدراتي ومع إمكانياتي، إنما مفيش ابعد خالص عن أي شبهات. لا، بيبو يقدر يقول لي بكرة زكريا خلاص دورك أنت. نعم، هقول له طبعا أنا هرجع عضو في النادي ومشجع وبلعب فرقة الشمس ومشجع. نعم. طيب. وداعم لمجلس الاداره وداعم ليك في كره القدم. طيب، رغم انك جاوبت من خلال الحلقه لكن هو سؤال محطوط في اقر واعترف. تقر وتعترف ان لجنه التخطيط بلا صلاحيات او دور؟ عايز اجابه كلام مش إيه؟ كلام عاري من الصحه خالص. اللجنه ليها قرارات وبتمضي عليها. نعم، وبتتاخد، لان اي حاجه تخص قطاع كره القدم لازم تعدي على اللجنه. بس في وجود كابتن محمود الخطيب طبعا، سواء رئيس اللجنه النادي طبعا والمشرف العام، نعم. طبعا نعم. فاللجنه ليس دورها استشاري، دورها قرارات، بتاخد قرارات فيما يتعلق بالصلاحيات بتاعتها في قطاع كره القدم. تقر وتعترف ان موسيماني هو من رفض التعاقد مع سفيان الرحيمي وفضل عليه ميكيسوني؟ هنا انتوا بقى دوركم، ما تزعلش مني بقى، اصله ايه؟ الشمس باينه ومنوره. كان وقتها في مشكله في التعاقد المادي وقتها، وكانت الامور ماليا في النادي كميزانيه غير من 4 سنين. لا بس انتوا خلصتوا كل حاجه مع سفير الرحيم. بس وامير شبه استلم هنا 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 وموسيماني زي هنا ما انت قلت اجابه قاطعه. هنا 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 لازم تقيم المدير الفني. هتقيمه زي اخر الموسم، ما هيقول لك انت جبت لي لعيبه انا مش عايزه. طب انا مش هلعب، هتعمل ايه؟ تمشي المدير الفني عشان لعيب ولا توافق له وتشوف النتائج؟ الطبيعي اني اوافق له واشوف النتائج. بس باينه حكايه. انما لما تلاقي إن, ان 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 انت سالتني على مدرس. نعم نعم. قلت لك لا، ده قرار اللجنه. نعم. لان اللجنه شايفاه ان لا. ما يتجددش. تقر وتعترف ان في قرار داخل لجنه التخطيط بالاستغناء عن علي معلول؟ ان احنا ايه قلنا ان احنا تقر وتعترف ان هناك قرار داخل لجنه التخطيط بالاستغناء عن علي معلول؟ لا، ما حصلش. ما فيش قرار خالص. نعم. تمام، ده احنا في انتظار علي. حلو. عشان يناير وعندنا حلول لعلي. كويس. يرجع ويرجع. حلو. اقوى من الاول كمان. طيب. هنغني له انا في انتظاره. يا نغني له. تقر وتعترف ان محمد عبد المنعم اكبر الاهلي على بيعه خوفا من رحيله المجاني مع اقتراب نهايه عقده؟ لا 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 لا, لا. خالص. لا بالعكس، احنا وبنرحب باي حد يجي له حاجه زي محمد عبد المنعم على. نعم. فكره. نعم، مش ضد ده خالص، بالعكس. لو انه الدنيا ما مشيتش قوي مع منعم في فرنسا، هيبقى قدامه ان شاء الله هتمشي وهينجح وهيتالق، بس احنا بنفترض السيناريو الاسوء، ممكن يجي له عروض لانديه اصغر او 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 في النهايه يسال لك انا ممكن ارجعه لك، هتضحي؟ سؤال صعب شويه. لا لا لا. في جزء فني. نعم. وفي جزء اقتصادي. نعم. لازم ترجع للجزء الفني. بالنسبه لمارسيل كولر مفيش اتنين بيختلفوا، وجزء اقتصادي. فيما يخص النادي. لان ده قرار نادي. نعم. مش قرار فني لجنه، ده قرار نادي. نعم. عايز ترجع الفلوس تاني ولا لا؟ فني عايز تعمل تفاوض. عايز محمد ب 4.5 مليون. بس انا انا مع نجاح ان شاء الله هينجح. ان شاء الله هينجح، يعني خلينا متفائلين. ماشي. انه يقدر ينجح محمد عبد المنعم. تقر وتعترف ان التعاقد مع مودست كان قرار خاطئ من البدايه؟
كانت رؤية فنية من كولر والولد حاول واجتهد لكن ما قدرش يحقق اللي كنا نتمناه. كنا نتمنى بس عمري ما هنساه له هدف السوبر برضه انه جاب السوبر للنادي الاهلي، ما مش هنساه له يعني. تقر وتعترف انه ازمه القندوسي الاخيره عجلت برحيل اداره التعاقدات؟ لا لا ملهاش علاقه خالص. ليه رابط ده بده؟ بسألك. لا مفيش رابط. دوري ان انا اسال ودور حضرتك. لا مفيش رابط خالص، لان قرار اداره التعاقدات تحت اشراف محمد رمضان. نعم. ملهاش علاقه خالص بقندوسي. طيب. خالص. تقر وتعترف ان اختيار ريكاردو سواريش لتدريب الاهلي كان قرارا غير موفقا؟ التجربه في تقييمها ما تقدرش تقيمها تجربه فاشله او ناجحه، لان احنا كانت لينا رؤيه في الحته دي. ايه هي؟ شايفين المستقبل. فكنتوا جايبينه عشان المستقبل؟ كنا فمشي يعني بعد ثلاث شهور. يعني كنا متوقعين وشايفين ان التجربه دي ممكن تنجح، ان يبقى في مشروع زي فايلر. ما جاش على قد توقعاتكم؟ ما كانش على قد توقعاتي. تقر وتعترف ان كولر هو صاحب القرار النهائي في التعاقد مع اي لاعب او الاستغناء عن اي لاعب؟ بنسبة 100% بموافقة اللجنة. تقر وتعترف ان اتهام النادي بالبخل والبطء في ملف الصفقات هو اتهام ظالم؟ جدا 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 يعني. تقر وتعترف ان اختيار محمد رمضان في مهمة المدير الرياضي سببه محاولة عودة الانضباط والالتزام داخل صفوف فريق الكرة؟ لا. امال؟ محمد رمضان جاي اضافة لنجاح الفريق الاول ونجاح التكمله لسلسله النجاحات برؤيه جديده بمنصب جديد بصلاحيات جديده اضافه للبلان بتاع لجنه التخطيط. انا اقر واعترف اني بحبك من زمان وانك صديق جميل وعشره عمر وكنت من اللعيبه الجمال والله.